هسه وصلنا لل non probability sampling. يعني شنو هاي ال sampling؟ أجمع العينة تكون non probability، ما تعتمد على الاحتمالية. هنا شنو الخواص مالته؟ تكون qualitative data، تعتمد على أو على أساس الكواليتي، يعني على النوعية. هنا هذا أدور نوعية، بما أنه هي مو يعني ما تعتمد على الاحتمالية، مو احتمالية، إذا الكواليتي. زين شلون الكواليتي؟ خلينا نجي نفهم. مثلا دا أدرس تي بي، أو دا أدرس كانسر، مثلا لان كانسر، أو شنو مثلا عندي إيدز أو كوفيد 19. زين مثلا خليه تي بي، هل كل الناس مصابين بالتي بي؟ لا، هذا اذا مو كوانتيتي. هناك اللي ابو البروبابيلتي كنت ادور كوانتيتي، لان جا اسوي ريسيرش على فد شيء منتشر ادور كوانتيتي، فهنا لا ادور كواليتي. ليش؟ لانه دا ادرس شيء ما موجود عند الكل. يعني مثلا اريد اسوي فد ريسيرش على التي بي، اوكي، هذا التي بي مو كل الناس مصابين بالتي بي، اذا اروح على هذا الشخص اعرف به هو مصاب بالتي بي، اذا هذا كواليتي دورت على صفه. هذا شخص ما بي اخذه، لا اعرفه اروح هذا ما بي، هذا ما بي. اروح على هذا الاخ طلع بي تي بي، اوكي اخذه، انت تعال احتاجك بالريسيرش مالتي. تمام، اذا ادور كواليتي نوعيه، ادور صفه. زين سلكشن النون راندوم واي، تمام، نون راندوم واي نفس مثال افن من انواعه. مثلا شنو عندي؟ اكسيدنتال سامبلنج. شنو يعني اكسيدنتال سامبلنج؟ بالصدفه، مثل بالصدفه والتقيت بي، شلون راح اصير هاي الصدفه؟ او الكونفنس، الكونفنس يعني صار الاكثر ملائم. مثلا شنو؟ مثلا رحت على هيلث سنتر، او رحت على كلينيك، او رحت على هوسبيتال اند ايلس. زين رحت هناك شنو شفت؟ شفت بالصدفه مراجع suffer from TB، عنده TB، اوكي، فهذا الشخص شفته ملائم، شفته confidence للريسيرش مالتي، راح اجي اخذ هذا، انت مصاب بالTB، انت تفيدني، تمام، اجي اخذه واخذ منه الداتا وهكذا. فهاي معنى الconfidence او معنى الاكسيدنتال. شنو اسميها؟ اسميها hazard. hazard هاي مهمة، hazard ممكن تجيك سؤال MCQ ما أعرف حسب. فها طريقة الأكسيدنتال سامبلينج أو كونفنس اسمه الهافازارد. The researcher شنو معنى هافازارد أو شنو معنى أكسيدنتال سامبلينج أو كونفنس؟ The researcher interview the respondents، okay، حيلتقي أو يشوف الرسبوندنت على مود الستدي. Who comes in contact accidentally during the research time. هو خلال الريسيرش تايم، خلال وقت البحث مالته، طلع راح المكان تبعنا هيلث سنتر، ممكن كلينيك، ممكن هوسبيتال، راح يدور على ريسبوندنت، تمام، فخلال هذا الوقت التقى بهذول الاشخاص اللي هم شنو اسميها هاي الطريقه الاكسيدنتال سامبلنج، التقى بهم بالصدفه، شافهم انه ملائمين، شافهم كونفينينس، شافهم ملائمين فأخذهم، إيه بهاي بالهاسنتر أو بالهاسبيتال. زين عندي هذا البربوسف سامبلينج. شنو يعني بربوسف سامبلينج؟ يعني مثل الهدف، إنه شلون مثلا هسا مو نسأل وذا بيربوس فروم، ما الهدف من، نفس الشيء هاي بربوسنج يعني الهدف. The researcher chose respondents who in the opinion of the researcher thought to be relevant to the subject under study. هو عنده موضوع جاي يدرسه، فيعرف كل محاور هذا الموضوع، باعتقاد انه هذا الشخص راح يكون ملائم، او راح يكون هو البربسيف، راح يكون هو البربس. البربس يعني هاي هسه شنو تربط لي اياها؟ تربط لي اياها ويا البربس، اوكي، ويا الهدف. فالريسيرشر الباحث يعرف هذا الشخص الريسبوندنت هذا يكون ملائم، او هذا يكون هو البيربوس للريسيرش مالته، فهو يختاره. زين السنوبل هاي حلوه، السنوبل هاي الطريقه شلون؟ نفس المثال ناخذ، انه يدرس التي بي، يعرف واحد مصاب بالتي بي فاخذه، يجي يساله اسئله وهاي هو اجابه عمود ياخذ منه الداتا.
فيتفقوا يا انه انت اذا تريد تشارك بالريسيرش مالتي لازم شنو، لازم تدليني على اشخاص ايضا مصابين بالتيبي. اذا دليتني على اشخاص مصابين بالتيبي راح اخليك تشارك بالريسيرش مالتي، تمام؟ فاذا يوافق هذاك الشخص اي اوكي اوافق ادلك على الاشخاص المصابين بالتيبي هذا وهذا وهذا، تمام يلا تعال انت شارك ونجيب هذولك الاشخاص المصابين يشاركون بالريسيرش هاي اوكي حيستفاد منه. لكن اذا هذا الشخص المصاب موافق يعني انه يعرف على الاشخاص المصابين بالتيبي خلاص ما حيستفاد من هذا ولا حيستفاد من هي طريقة السنابل كله. فشنو معنى سنابل؟ معناها انه شخص واحد ريسبوندنت واحد حيعرفني على عدد اكبر، يعني الطريقة تبدي بفيو ريسبوندنت بعدين حتنتشر. The researcher began with a few respondents who are available. هذا هسه المتوفر عدد قليل متوفر. بعدين then ask the respondent to recommend other person who meets the criteria of the research who are willing to participate in the study. Okay. يعني مثل ما خلنا مثل عندي شنو؟ مثل عندي الايدز، مثل عندي التيبي كيسز، الكوفيد 19، لانه هذول الاشخاص اللي ممكن يكونوا مصابين بالتيبي، كوفيد، الايدز. هسه احنا عندنا مثلا شائع الكوفيد اول ما انتشر وصارت الناس مصابه به، هذا يكون مصاب وما حد يعرف به. ليش؟ لانه ما اعرف ليش هسه الناس تخجل من هاي الامراض، انه اذا تنصاب بيها خلاص ما حد لازم يعرف. فبس المصاب يعرف بالمصاب، اوكي؟ لذلك المصاب بفد مرض هو اللي راح يدليك على المصاب الثاني ويدلك على عدد اكبر، اوكي؟ الناس الطبيعية اللي ما بيها شيء ما حد يعرف بأحد، لكن المصاب يعرف بالمصاب. زين، بعد عندي الفولنتير سامبلينج. شنو الفولنتير سامبلينج؟ يعني هذا التطوع. الفولنتير سامبلينج مثلا اريد باحث او عالم او يعني اخترع دراج او اخترع فاكسين يريد يجربه، يعني انه هو غير على الحيوانات المختبرية وهاي جربه وطلع انه افكتف وكل شيء ما يسوي اثار جانبية طلع انه افكتف، تمام؟ فسيريد يجربه على هذا المرض، يروح على اشخاص مصابين بهذا المرض يطلب منهم انه اجرب عليك الدراج، تمام؟ يعني يسوي عقد وياهم انه اجرب عليك الدراج وهذا العلاج راح يكون مجاني. الدراج او الفاكسين نفس الشيء، لما اعطيك اياه راح يكون مجاني. اذا صار بيك شيء فيعني حينطي شلون انه اما ينطي ضمان انه كل شيء ما يصير بيه، اما اذا صار بيك شيء فحنطيك تعويض، هاي اتفاق بينه وبينه. فهذا من يوافق يجرب على الدراج او الفاكسين هذا يعتبر فولنتير سامبلينج تطوع. Most studies use either a probability. هسه هاي للحد انتهى. Most studies يعني انه الاغلبية من الدراسات اما تمشي بيا طريقة الـ probability اللي هي بالـ simple random sampling او بالـ convenience اللي هي على الاكثر ملائمة. هاي من انواع النانو probability، يعني انا دا ادرس فد مرض انت تلائمني اخذك، انت ما تلائمني مو مصابه بهذا المرض ليش اخذك، اوكي؟ فالاكثر تمشي على سمبل راندوم سامبلينج اللي هي probability، والنانو probability اللي هو الكونفيدنس. شنو عندي بعد هذا الموضوع الاخير اللي هو الكونفيدنس انترفال، يعني فاصل الثقه. شلون؟ is number of percentage point above or below the proportion that find in the study that the true proportion should be within. عندي اريد اسوي study في موضوع معين، اكو عندي نسبة راح تطلع لي من ال study، ف proportion of study، اوكي؟ وبعد شنو عندي؟ عندي another proportion اللي هي تعتبر مرجع، another proportion تعتبر مرجع، يعني من اطلع هاي ال proportion من ال study اطلعها راح تطلع لي نسبة ورا ما اسوي الدراسة مالتي ماخذ الداتا وادرس وحاول information وهاي السوالف راح تطلع لي نسبة.
يعني من اجي للمرجع مالتي اللي هي الترو بروبورشن تعتبر، لما اجي على هاي شلون مثلا حاخذ نسبة يعني من 84 الى 90%، تمام. هسه هاي شنو اسميها؟ ترو بروبورشن، ترو بروبورشن او اسميها هي النسبة المرجع مالتي. اذا جيت على البروبورشن اوف ستدي اللي هي هاي، يعني طلعت لي النسبة من الستدي مثلا 88%، اوكي. هاي 88 تعتبر within or between true proportion، لان هي من 84 للتسعين، ها طلعت 88، اذا بينهم. اذا طلعت لي above or below، شلون below؟ يعني معناها اعلى من الاعلى بيهم هذا 90، فالبروبورشن مالت الستدي مالتي طلعت لي اعلى من 90، بلو من الاقل واحد بيهم هو ال 84، فالبروبورشن مالت الستدي مالتي طلعت لي اقل من 80. فشنو هي تعتبر؟ يعني تعتبر مو صحيحه او ما تعتبر من ضمن الترو بروبورشن، تمام. لان الترو بروبورشن لازم تكون وذن، تكون بين هاي وبين هاي. هذا هسه المثال، فور اكزامبل if the confidence interval is 3.5% and the study interval is، هسه هاي البروبورشن اللي جايتني من الستدي اللي هي 57%، والترو بروبورشن لايكلي، شوف هسه هاي الترو بروبورشن هي من 53.5% الى 60.5%، فهاي 57 طلعت لي من ضمن وذن من 53 ل 70، محصوره بينهم. I mean small sample size. Okay. The general expression for confidence interval. ها هسه هذا ال confidence interval. شلون القانون مالته؟ confidence interval يساوي point estimate. Point estimate يعني نقطة التقييم أو التقدير اللي هو المين زائد ناقص critical factor. كروس اس اي، شنو هو الاس اي؟ ستاندرد ايرور. ستاندرد ايرور هذا شنو هو؟ لانه اكو فرق بين السامبل مين وبين البوبوليشن مين، تمام. اوكي هم جزء منه ويمثلهم، لكن مو اكزاكتلي نفسه بالضبط، الديتيلز ما تتشابه، فلازم عندي ستاندرد ايرور اللي هو للخطا. فهذا القانون عندي 95% و 99% confidence level، يعني انه هاي شنو هي confidence level؟ يعني انه مستويات الثقة. the critical factor يعني ها مالته 1.96، ها مالت 95، و 2.58 مالت 99 respectively. sample size، a sample size of non prevalence. The appropriate sample size is determined by the appropriate sample size، يعني لما أجي أسوي تحديد أو إنه أحدد sample size، حجم للعينة ويكون مناسب. شو راح أحدد حجم العينة ويكون مناسب؟ by estimating the proportion of variable of interest، يعني استيميتنج عن طريق تقييم أو تقدير the proportion، النسبة مالت من مالت ال variable of interest. فهسه شلون اسوي حجم عينة مناسب؟ شلون اختار حجم العينة هاي؟ هسه تكون واضحة بالمثال هذا. فشلون اخذ حجم عينة مناسب؟ يعني هسه مثلا عندي ال population 700,000 بهاي المنطقة، شلون راح اجي اختار عينة من هذول ال population اللي عددهم 700,000؟ على اساس راح اختار؟ على هذا الأساس، إنه شلون أسوي appropriate sample size عن طريق estimating proportion اللي هو تقييم النسبة of the variable of interest، يعني إنه يكون ذات الأهمية. زين، number two، desire confidence level. confidence level هذا راح يكون مهم عندي، وبعد acceptable margin of error. acceptable margin of error يعني شنو؟ حدود الايرور، الخطأ،
تمام؟ boundaries of error or margin of error. فهالثلاث أشياء هي اللي تحدد لي أو على أساسها راح أختار sample size. زين الكورن أو sample size هي نفسها أرمز لسي أو SS sample size. راح أستخدم القانون 1.96 اللي هو هذا مالة 95 تربيع كروس بي مضروب ب 1 ماينس بي. هذا شنو هسه نجي نعرفه. الام هو ستاندرد فاليو اوف 0.05%. هذا راح اخذ له سكوير تربيع. هذا الستاندرد فاليو هذا يعني يكون على مود الخطا حتى اتجنب الخطا. فهسه اكزامبل ان استيميشن. شنو استيميشن؟ تقييم 60%. ها 60% قسمتها على 100 حتى تطلع لي رقم عادي. of pregnant females suffered from anemia at confidence level. الconfidence level اللي هو الليفل مالت الثقة 95%. تمام. والpopulation 700,000. هذا شنو استفاد منه؟ شوف هسه الpopulation هذا عندي 700. اوكي هذا البوبوليشن 700 مثلا 700,000 مريه حامل. رحت حتى ادرس هذول الحوامل لما يصابون بالانيميا. اكو محاول يصابون بالانيميا؟ هل كل وحده تصير حامل حتنصاب بالانيميا؟ لا. هل كل وحده تصير حامل ما تنصاب بالانيميا؟ هم لا. ممكن اكو تنصاب واكو ما تنصاب بالانيميا، ما يصير عندها انيميا. زين اريد اجي ادرس الانيميا عند الحوامل، فراح اخذ عندي حددت ما ادري من جبت، رحت على المستشفيات على ما ادري وين جمعت عدد الحوامل هو 700,000 pregnant women. اوكي هذا عدد الحوامل بهاي الكانتري. زين شلون اعرف هذول هسه حوام مصابين بالانيميا؟ تمام. فاريد اعرف عدد حجم السامبل، حجم السامبل هذول البوبوليشن، البوبوليشن الحجم الكامل. انا لازم ما اخذ البوبوليشن كله ادرسه، اخذ سامبل منه ادرسهم. زين على اساس راح اخذ السامبل وشو راح اعرف الحجم المناسب مالت السامبل؟ سهله سهله على هذا، على هذا القانون جدا سهل. هذا نفسه راح اخذ 1.96 اربعة، هذا صار 3.84 اللي هو سامبل سايز يساوي هذا البي مضروب بالواحد ناقص بي. عندي 60% هذولا شنو؟ وين 60%؟ ها 60% هذولا البريجنانت فيما سفر فروم انيميا. 60% من مجموع البريجنانسيز، من مجموع يعني الحمل البريجنانت وومن عندهم انيميا، اقسم على 100 راح يطلع لي 0.6 بيهم انيميا. زين هم كلهم 100% حتى اطلع اللي ما بيهم انيميا، هم كلهم 100%. اطرح منهم هذول اللي مصابين بالانيميا شكثر؟ 60. راح يطلع لي 40، هم اخذ 0.4. هذول ال 0.4 ما مصابين بالانيميا، وهذول ال 0.6 مصابين بالانيميا. راح اجلس على هذا القانون. صار عندي 3.84 مضروب ب ال 0.6 هو المصابين بالانيميا، وال 0.4 وعرفت من طلعته اللي ما مصابين بالانيميا. هاي قيمة ثابتة يعني انه مالت الايرور، مارجن اوف ايرور هاي اللي اختاريناه هنا. وين هذا المارجن اوف ايرور؟ هذا مارجن اوف ايرور اكسبتابل اوف مارجن اوف ايرور، يعني انه على مود الخطأ. 5% قسمته على 100 طلع لي 0.5%. راح اسوي له تربيع راح يصير 0.25 بالالف. مجرد اضربها اقسم راح يطلع لي 369. هذول شنو؟ اتلس. هذا سامبل سايز، يعني هذول عدد النساء الحوامل اللي اقدر اخذهم كسامبل من اصل 700,000. هسه هذا اللي هنا هو للاطلاع. ثانك يو.